يعني هو كل شيء فيه خطورة. الأرجوحة إذا ركبها الطفل ولعب فيها إذا طاح هاي خطورة. فكل شيء في الحياة فيه جانب إيجابي وجانب سلبي وفي مخاطر لازم إحنا ننتبه لها. فمثل ما تفضل سالم الخطورة تكمن إن إحنا كأهالي تقنية جديدة علينا. كيف نربي أولادنا على التعامل مع هذه التقنية ب يعني بطريقة آمنة؟ كيف إحنا نفهم المخاطر قبل؟ فهذه هي خطورة التقنية في المقام الأول. كيف إحنا نفهم هذه التقنية؟ إيش مخاطرها؟ كيف إحنا ممكن إن إحنا نربي أولادنا نعلمهم يستخدموها بطريقة آمنة ممتاز نستفيد منها ونقلل المخاطر. إحنا ممكن نشيل مخاطر كامل لكن نقلل من مخاطر استخدام تقنية. وكل يوم في يعني هذه هي أيضا المشكلة الأخرى يعني يمكن التحدي الكبير إنه هاي تقنية متسارعة ومتغيرة جدا. فهذه هي أيضا نحتاج إن دائما نكون عندنا اطلاع وعلم بهذه التقنيه. مثل الحين شات GPT نعم هذا الذكاء الاصطناعي يعني هذا الذكاء الاصطناعي كيف بيأثر على مجال التعليم على مجال العمل على مهارات الطفل. فيعني متسارع بشكل كبير وهذا هو الخطوره اللي فيه. انا هذه النقطه اللي كنت اريد اقولها وانا استمع لسالم يمكن أسهل أنك تتحكم في المحتوى اللي يتعرض له الطفل يمكن إلى 10 سنوات 11 سنة بس من تبدأ المراهقة يكون شوي أصعب. وين تكمن الصعوبة إذا كان ممكن نحط؟ تكمن الصعوبة أنه أنت تريد تكون توازن بينك تخفف من هذا الخوف تعطي مساحة للطفل أنه هو يتعلم يكون عنده خبرات يتعلم منها. فكل ما سكرنا على أولادنا بزيادة كل ما يمكن قللنا فرصهم للتعلم من الحياة. طبعا في السابق كان يعني كل شيء على أرض الواقع. الأهالي كانوا يخافوا لا يروح المكان الفلاني لا يختلط بالأشخاص المجموعة عارفين المجتمع اللي هم المحيط بهم. الحين هو عالم افتراضي هم حتى الأبناء ما يعرفوا يتكلم مع مين. فما بالك إذا أنا جالسة في الصالة وابني جالس معي في الصالة وماسك اللابتوب ويلعب جيم كرة لكن في نفس الوقت يتكلم مع لاعبين من دول العالم ما تعرف حتى هل أعمارهم في نفس عمره أو أكبر. يعني هذا الخوف وهذا القلق من عالم الافتراضي ما فقط عندنا هنا في السلطنة هذا عالميا يعني عالميا لأنه القيم السامية هي مشتركة في العالم. صحيح. يعني كل الأهالي يريدوا أو أبنائهم هم ناجحين متفوقين متميزين فهذا ما يختلطوا في الرفقة السيئة وهذا الأشياء. فهذه هي المشكلة أن أنا كولي أمر أنا ما أعرف مين في العالم الافتراضي. لذلك من المهم أن إحنا نعطي أبنائنا هذه المهارات في مناهج وأنا أعتقد وأتمنى أن تكون في مناهج قوية في هذا المجال. تعطى لأبنائنا لأنه مهما كان إحنا كآباء وأمهات مشغولين في حياتنا. صح أنه مهمتنا تربية أبنائنا لكن إحنا ما عندنا في بعض الأهالي يعني يمكن غير متعلمين. صح. أيضا يعني يمكن قلة ولكن متى أنا بكون على اطلاع بهذه التغيرات التقنية؟ حتى يمكن على مستوى علمي دكتورة معرفة تتفقين ولا تختلفين أصلا يقولك أنا ما عندي وقت أنا عندي مثل إذا عملي من الساعة كذا للساعة كذا بأخذ لي فترة راحة. صحيح بعطيهم كل ما عندي كان على مستوى الأم ولا الحين عالمنا الحين الأم والأب في نفس فعلاً. الوقت يعملون يعني فعلاً. فلما يكون المدرسة يعني دورها كبير أيضاً يعني أنا إذا أشوف أنه 50-50 يعني 50% دور المدرسة و50% دور الأب والأم.
دور المدرسة في إعطاء هذه الأطفال منذ نعومة أظافرهم المهارات للتعامل مع التقنية. إحنا نفهمهم ليش إحنا خايفين منهم، ليش خايفين عليهم. إذا هو يكون عنده استيعاب لهذا الشيء. إذا أنا أقول ابني أو بنتي لا تروح هناك عشان ما تطيح مثلا، بيكون شايف فاهم، لكن أنا أقول لا تستخدم الجهاز، بينما هذا الجهاز متعب بالنسبة له. الألعاب اللي ألوانها، المعارف صحيح. أيوة، وعلى حسب الأعمار صحيح. فأنا لا، الطفل لازم يفهم، وعلى مستوى طبعا المناهج هذه تكون لمستويات الأعمار والفهم لدى الطفل. إيش هذه التقنية؟ إيش مخاطرها؟ يعني أنا في قصة طريفة، يعني هذه من بدايات الكمبيوتر أيام الجهاز القديم. بنتي الكبيرة ابتدت تستخدم الياهو وكان عمرها يمكن 6 سنوات كذا. فأنا كنت مفهمتها أنه لا حد مثلا غريب يتواصل معك، تتواصلي فقط مع الناس اللي أنت تعرفيهم على أرض الواقع، معك في المدرسة، معك في الأهل. ففي يوم جاتني تركض خايفة كذا تنتفض، إيش في؟ قالت لي ماما أنا كانت أحد راسل لي إيميل وأنا كنت أرد عليه أو تشاتينج يعني، وأنا أفكر إنه هذا الشخص أو هذا، يعني ما عارفة هي ولد أو بنت، معي في المدرسة، وبعدين اكتشفت إنه أنا ما أعرف، ما معي في المدرسة وأنا خايفة يعني. وطفيت، قلت لها زين إيش سويتي؟ قالت طفيت كل الكمبيوتر. فأنا فيني ضحكة، لكن قلت الحمد لله يعني الدرس أثمر. فهي هذه، هو الوعي، يعني احنا نرفع مستوى الوعي في المجتمع لدى الطفل نفسه، لدى ولي الأمر، لدى المدرسين. كيف نعمل هذه التوعية؟ طبعا طرق مختلفة، من ضمنها أنا أعتقد أنه مهم جدا مناهج مدرسية مخصصة للأطفال على مراحل عمرية المختلفة للتعامل مع التقنية. ممتاز. أنا دائما يعني أسأل مثلا، أقول ولدي يريد يطلع مثلا يرجع متأخر، فأقول له لا، يقول لي ليش وأولاد يطلعوا وكذا، فأقول له أنت لو كنت أب بتوافق أنه ابنك يطلع ويتأخر لهذا الوقت؟ نعم. يعني أنا أضعه مكاني، فيقول لا أنا بخليه مثلا. أقول له أنت متأكد أنت بتخليه؟ إنزين إيش لو صار؟ فأنا أحاول أخليهم يفهموا السبب أو منبع الخوف أو الرفض. ممتاز. لأي موضوع مرات تشتغل يعني، لأنه المحاور كانت عن التربية والتقنية. فبشكل عام يعني أنا أرجع كل شيء للوعي. يعني إحنا لما نكون واعين في مواضيع مختلفة هي نقطة البدء. فإذا تكلمنا عن التربية، أنا كيف أكون مربي واعي، سواء أشتغل على نفسي، إذا أنا قررت أني أجيب طفل إلى هذا العالم، فبالتالي هذا الطفل مسؤوليتي، يجب أن أنمي مهارتي في التربية. إذا أنا في ناس بالفطرة يعني كذا حنونين ويعرفوا حازمين وعندهم حكمة وعندهم يعني عندهم الخلطة مضبوطة، لكن ما كلنا كذا، ما كلنا محظوظين بهذا الشيء. ف نتعلم سواء بالدورات، الحين ما شاء الله في دورات قبل الزواج حتى صحيح. سواء بالاستشارات من المختصين، الحين عندك ما شاء الله الفضاء الواسع على الانترنت، اختيار الـ يعني المحتوى اللي ممكن يفيدني وينمي مهارتي كمربي. فإن احنا نكون واعين انه يجب ان نكون مربين واعين بالمهارات، نشتغل على نفسنا. الشيء الثاني نفهم الطفل. يعني هذا الطفل من لما ينولد إلى أن يكون عمره 17-18 سنة يكون شخص يعني بالغ، ما هي المراحل، ما هي التغيرات الفيزيولوجية النفسية التي يمر بها، تغير الهرمونات مثلا خاصة عند البنات، كيف هذا ممكن
أني أنا أكون مستعدة كوالد كمربي للتعامل مع مع هذه التغيرات شخصيات الطفل. يعني ما كل الأطفال، أنا عندي توأم شخصياتهم مختلفة تماما، كيف أنا ممكن أتعامل مع هذا الطفل وهذه الشخصية وهذه الشخصية؟ فدائما يعني المسؤولية تقع على عاتق المربي، الوالدين في تربية أبنائهم. الشيء الثاني أيضا في مسألة تقنية، إذا أنا بشتري جهاز وبنزل تطبيقات لابني، فأنا أيضا مسؤولة كمربية عن هذا المجال، أثقف نفسي في المجال التقني، إذا أنا ما كثير أفهم أسأل اللي يعرفه، أجلس وأتحاور مع أبنائي. يعني هذا الحوار أيضا مع الأطفال جدا مهم.